السلام عليكم بنات، شاركونا كان بخير. مرحبا بكم في قناة كلام ديزل. اليوم شاركت معكم ولا راح نشارك معكم برنامج رمضان. إن شاء الله بزاف منكم طلبوا مني هذا البروغرام، دونك قلت نفيلميه اونم طون نديرو انايا. دونك كما كنت تشوفوا قسمت جدول اسبوعي، ما درتش سبت الاحد اثنين ثلاثه لانه ما عرفوش رمضان كتاش يطيح. بليس ماذا بيا نقسمو بالاسابيع باش نعرف لي هذا الاسبوع الثاني الاسبوع الاول، من بعد بداك لابريسيون باش تزيدي عليك الخدمه وتزيدي العباده. دونك مليح كي تقسميه في اليوم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس الى اخره. دونك كما كنت تشوفوا قسمت ثلاثه، فتره صباحيه، فتره ما بعد الظهيره، وفتره مور العصر للليل. دونك انا طبعا هنا راح نحط كامل البرنامج الديني ودنيوي. اول حاجه نبدا بها هي القران. راح نستف وين نقرا قران. دونك انا دائما نحب نبدا نهاري في رمضان، دائما نبدا بالحاجه تاع الاخره، ما نبداش بحاجه تاع الدنيا، لانه رمضان نورمالمون كل يوم هكا. اول حاجه هي قراءه القران. انتي واش راكي حابه تقراي؟ قسمي الا حبيتي مره زوج، سا دي بون كو اختاراش حال تقسمي نهارك. زوج حزب صباح، زوج حزب العشيه، حزب صباح حزب العشيه الى اخره. دونك قراءه قران هكا راح تكون كامل هنا كما نكتبها. ثاني عندي ورقه واحده اخرى ما نقدرش نشاركها معكم، ولكن عندي كراس واقف فيه الادعيه الدينيه تاع الاخره الى اخره والدنيا، وادعيه دنيويه اللي راني حابه يتحققوا لي. شاركت معكم مره في رمضان اللي فات، حطيت لكم الادعيه الدينيه كامل في صندوق الوصف، حبس عليهم في رمضان اللي فات، نحاول نحوس عليهم ونحطهم في صندوق الوصف ان شاء الله. تحبوا ديروا كابتشر ديكرون باش تدعوا بهذوك الادعيه. دونك نكتبوا دعاء. بما ان الدعاء مستجاب في رمضان فلازم نكثروا بزاف 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 منه دعاء، لانه على شيء نكتبوه ماهوش دعاء وخلاص، راهو كاي يعني يدي الوقت، يدي هاد نص ساعه ولا اكثر ممكن. دونك هنا نحاول نوض بكري قدر الامكان، ما حش نقول لكم اسكو حنوض من الفجر ولا نوض على السبعة ولا الثمانية، ما عباليش انا والقدرة تاعي، ولكن نحاول يكون بزاف بكري حتى يقعد لي كامل هدايا للطبخ. دونك نعاود نستفو القرآن في مرة اخرى مور لاسيست ولا فوقت لاسيست، قبل ما نرقد تاني نقرا قرآن، لانه شوفوا نورمالمون معظم نهارنا تاع رمضان يكون غير قرآن، لانه تنمون اجر تاعو عظيم كو لازم فريمون نقراو بزاف 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 بزاف. حنا نديرو قيلوله لانه نوضو بكري ولازم نديرو قيلوله ونحتسبو فيها الاجر باش ربي يوفقنا نوضو نصلو تراويح ان شاء الله. دونك قيلوله فوالا. علاش هي نكتب هنا يبالكم متعاودين؟ باسكو هنا راح نكتب لي غوسات اللي حنديرهم، دونك يكون مختلف كل يوم نلجأ ليه ونشوف واش عندي اليوم. اون بليس لازم كي ديري هذوما تكوشي باش تعرفي بلي الصحه كي تتقدمي في العباده تاعك وفي الجدول تاعك. العشيه ان شاء الله عندنا مول العصر، قبل ما نعاود ندخل الكوزينه نزيد نقرا قران ان شاء الله. لازم بنات قران اكثر من الكوزينه هكذا. اش عندنا كمان؟ انا كاتبه هنايا واحد صغير باش ما يكونش الفيديو طويل، باش ما نقعدش نخمم الى اخره، فكتبت واحد صغير. هنا ننقل ديريكتومون. عندنا ثاني مور لا سيست تاريخ العصر، عندي وقت شويه ان شاء الله بما انه كلشي يكون طيب، فعندي الوقت ثاني للدعاء. بنات كثروا بزاف من الدعاء وادعوا كلش، قالك الصحابه كانوا يدعوا حتى ملح الطعام كانوا يدعوه، دونك ادعوا لكلش وادعوا للناس اللي تعرفوهم الى اخره. اوكي دوكا كملنا مستيلو الفيولي. نحب نبدل سيلوات باش نعرف لي هذه الحاجه هي نفسها. نروحوا للطبخ دوكا. اوكي انا درت الجدول تاعي، نشارككم ان شاء الله في رمضان الطبخ، بصح ما نديروش كل يوم كما قلت لكم. برنامج رمضان ان شاء الله في القناه تاعي راح يتبدل. ماذا بيا البنات تعاونوني حبيباتي متابعاتي، اصلا هذا الشيء راح يكون لكم، فماذا بيا نعرف واش يساعدكم نتوما. اي وحده تجي تكتب كومونتير، قبل ما تكتب كومونتير تقول لي الساعه اللي تساعدها باش تشوف الفيديوهات تاع الروتينات والطبخ الى اخره، الوصفات هذوما واش من ساعه. انا موافقه ندير لكم على 3، بصح انا شكيتش يعاونوكم على 3 باسكو تكونوا ديجا دخلتوا الكوزينه، كاين الطيب صباح كاين الطيب عشيه، ما بايش اسكو نحط لكم صباح ربي ولا على 7 على 9 قولوا لي.
مدبية، وفي يوم الموالي عندنا فيديو في السهرة. دونك زعما هذا عندنا فيديو صباح، وهذا عندنا فيديو عشية، فيديو صباح فيديو عشية الى اخره. فيديو تاع السهرة راح يكون ماشي روتين، ولهذا راح ندير لكم روتينات يوم بعد يوم ان شاء الله. ما نقدرش ندير كل يوم، مادابيا ندير كل يوم، ولكن مستحيل مع المونتاج يدير بزاف وقت. جو بريفير داك الوقت يكون في القرآن. دونك هنا راح نديرو المأكولات. شو كان شو عندنا؟ عندنا جواز الدانت ولا الدجاج، عندنا شوربة. انا كنت من قبل حضرت باش نكون فريمون منظمه في هذا رمضان، حضرت بعض الوصفات اللي حبيتها، وصفات التوعيه انا اللي ما فنديرهم، بلس وصفات جدد من يوتيوب حبيت نجربهم اللي نضمن راجلي ياكلهم باسكو راجلي كاره. دونك فوالا درت المقبلات اللي هما شني حابه ندير، مازال لي سلطات والتحليات مازال ما نظمتهمش، فهذا يساعدني بزاف باش ماشي نقعد حايره ولا ما عنديش لي زانغريديون. لي زانغريديون كاينين الحمد لله، ولكن مليح التنظيم. دونك عندنا شوربه، عندنا حمل حلو، عندنا بوراك، عندنا سلطه، فريت، مقبلات، وصلصة الجبن. انا هذا رمضان ان شاء الله حبيت نبدل شويه العقليه، حبيت نكثر في المواكل وننقص بزاف لا كونتيتي باش كل شيء يتكل. دونك حاجه ما تروح باطل ان شاء الله. العشيه عندي مور ما نكمل هذوما، عندي تحضير الطاوله، حابه نوجد طاوله شابين هذا رمضان، ان المطبخ جديد وما نجدد شويه نتحفوا شي الحاله. اكيد نغسل الاواني كامل ان شاء الله باش ما يقعد لي والو. ومن بعد عندنا هادو التراويح الاخرين ما نحكيش عليهم. فوالا هكذا يا دوكا، هذه نفسها هذه نفسها. هنا يتبدلوا لي غوسات. هنا حبيت ندير كرات رز محشيه، ما عادش نكتب شوربه باسكو خطات انا الشوربه نتاعي نديرها تاع يومين، خطات تاع 3 ايام سو ديبون الكونتيتي. قلت لكم نحبش نضيع بزاف وقت في الكوزينه، ماذا بيا نقرا قران ماكسيموم. كرات الارز محشيه، دجاج بالصلصه، مقبلات. دونك كيما قلت لكم البنات راح نحكوا على حاجات اللي لازم نديرهم في رمضان، ولازم نعرفوا اسكو يجوز لنا اسكو ما يجوزناش. كيما قلت لكم هضرنا على النيه، بلي لازم نبيتوا النيه ليله رمضان وليله كل يوم من رمضان حتى يخلص رمضان. حاجه اخرى ثاني السواك، السواك تقدري ديريه ما يفطركش، كاين اللي يقول يفطر كاين اللي يقول نص نهار، ولكن انا جمعت لكم لهنا الحاجات اللي قالوهم الائمه الصحاح والحديث تاع خرجوا الامام مسلم ولا قالوا ابن عثيمين الى اخره، ف كونوا متاكدين. دونك التذوق تذوق الطعام ثاني يجوز لك، ولكن ما لازمش تبلعيه، هذه نعرفوها. دونك تقدري تذوقي لا مالح لا مسوس، ولكن تكوني سير باللي عاودتي رميتيه كامل. حاجه اخرى ثاني كاين اللي ممكن يكونوا مرض من عينيهم فيديروا قطرات في العين، هذوك القطرات ما همش يضر ما يضرولكش الصيام تاعك، يجوز ديريهم. ثاني الكحل يجوز ديريه، اذا رعفتي حشاكم عادي ما يفطركش. الحجامه اللي حاب يدير الحجامه في رمضان يجوز له. اذا كليتي ولا شربتي ولو انك ضربتي ساندويتش ولا وجبه كامله كملي صيامك عادي يجوز لك. هذاك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي يحبه وسقاه يعني وكله. اذا بالنسبه للقيء حشاكم كاين اللي تقيه خاصه النساء الحوامل اخره، اذا تقيتي وحدك هكاك بلا ما تفيقي فهذا عادي كملي صيامك نورمال. اما اذا قيتي انت يا روحك لازم تعاودي هذاك النهار، وبالنسبه للنهار اللي كي صايمه فيه كمليه ولكن لازم تعاوديه. بالنسبه للحقن كاين ياخذوا حقن في رمضان، حقن غير مغذيه، اذا كانت غير مغذيه تجوز، اما المغذيه فما تجوزش.
بالنسبة لي يديروا عندهم الربو ويديروا هذاك البخاخ تاع الربو يجوز لهم باسكو يروح للرية ما يدخلش للبطن، يعني ماهوش غذاء. بالنسبة للأم المرضعة إذا خافت يروح لها الحليب ولازم تاكل إلى آخره، فإذا خافت فغيمون فغيمون يروح لها الحليب وتضر الولد تاعها، هنا تقدر تفطر وتطعم مسكين كل يوم، تطعمه هكا توكله يعني تفطر مسكين وما تقضيش من بعده. وكاين اللي يقول لازم اقل البيبي تاعها يكون اقل من 6 اشهر. بالنسبه للحامل اللي شافت بلي ما قدرتش كامل 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 تصوم وكاين الوحم تاعها واعر، اذا صابت روحها هذا الشيء يضر صحتها ويضر البيبي تاعها، فتفطر وتاني تفطر مسكين بلا ما تعاود تقضي. تاني إذا صرات لك وفطرتي قبل المغرب، عن بالك أذن هو ما أذنش عادي صيامك مقبول، ما كلاه تعاودي الصيام. وتاني الأذان تاع الفجر إذا كنتي تسحري وعن بالك مازال ما أذن ومن بعد تتفيقي بالك ساعتك زايدة ولا، هنا عادي كملي صيامك. وإذا كنتي تسحري وأذن عليك الفجر كملي ماكلتك، يجوز لك حتى تكملي كامل ماكلتك، بيان سيغ ما تاخديش راحتك بزاف، ولكن كملي ماكلتك ومن بعد كملي صيامك. بالنسبة للجماع إذا كان الواحد يعني الزوجين يكونوا في جماع وأذن عليهم الفجر لازم يحبسوا، ماشي كيما الماكلة، الجماع لازم يحبسوا. إذا كان الإنسان مريض وما قدرش يكمل صيامه أكيد لازم يفطر من بعد يعاود هذاك النهار يقضيه، ولكن اللي عنده مرض مزمن ولا عارف بلي ما يقدرش يقضيه ومرض داك الطويل معاه، فهنا لازم يطعم كل يوم مسكين وما يجوزلوش يخرج يقول لك نصدقهم دراهم مثلا طعام تاع مسكين زعما 20 ميل ولا 30 ميل على بيش حال يقول لك نخرجوا دراهم، هذا ما يجوز لا قيمة لا نقد، لازم توكلي بنادم. تاني اللي غلطوا مثلا عرسان جدد ولا كان جماع في النهار ولا لازم كفارة، هنا ما كاش تقضي ولا لازم كفارة، تحرير رقابة ولا صيام شهرين متتابعين، يعني تروح لهم بالترتيب. وبالنسبة لآخر رمضان بيان سور كاين زكاة الفطر اللي توجب على كل صغير كبير كل بنادم في الدار توجب عليه الزكاة لازم قبل صلاة العيد، لأنه هذيك الزكاة تطهر المسلم من المعاصي اللي وقع فيهم إلى آخره. فوالا هادو هما الحاجات اللي لازم علينا نعرفوهم. وتاني يقول لهم الناس اللي معاكم بلا كاين اللي مريض كاين اللي حامل كاين اللي مرضعه الى اخره. فان شاء الله يكون عندكم الفيديو تاع اليوم، وديروا البروغرام تاعكم ما تنساوش، اهم حاجه فيه تكون القران، عاودوهم ولو كان ريبيتي ولكن هذا الشيء يحفزكم باش تكونوا تعرفوا بلي البارح قريت قران اليوم قريت قران غدا لازم تاني نوبليجي روحي نقرا قران، تسبيح استغفار الى اخره. وما تنساوش التسبيح قبل الغروب جد مهم، قال لك نهار القيامه كي تقولي سبحان الله بحمده قبل المغرب 100 مرة، ما كاش واحد يجي كيما انتيا عند ربي، ما كاش واحد يجيب اجر كيما انتيا عند ربي اباغ اللي مات في المعركه شهيد، اللي مات يعني حتى اللي راح المعركه وعاود ولا ممكن ما يكونش عنده هذاك الاجر تاع التسبيح قبل الغروب سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة. دونك على بالنا احنا نكونوا اون بلان بريباراتيف تاع الفطور ولكن سبحي. فوالا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، كلكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم، ما تنساوليش جيم باش يشير الفيديو وتكونوا نتوما ثاني سبب باش واحد اخرين ثاني يديروا بروغرام تاعهم ويعمروهم بالقران. السلام عليكم.